بيبيات، السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير في احسن الاحوال يا ربي يا ربي. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ كما شفتوا في العنوان وكما شفتوا حتى في المينياتور، ما غادي يكون فيديو جديد. فيديو غادي يكون ديال العراضه، غادي نعرض على لوستي وراجلها والعائله ديال راجلها. ايوا صافي، غادي يجيو يتعشاو عندي. وقلت علاش لا ما نشاركش معكم شي اللي غنوجد التحضيرات ديالي وكاع داك التخربيق راكم عارفين. فوالا، هذا ما كان ثلاث نهار اللي وقع فيه زنزال في ازيلال. النهار اللي وقع فيه الزنزال وانا ما حسيت بوالو، انا ناعسه، تلفات لي الساروس وما كانتش مسكينه عدوسي والله العظيم. كل ما كانتش مسكينه هي اللي جات كاسه كتدق عليا وكتعيط، وحق الله العظيم ما حسيتش عليها. فاش فقت بديت نقلب على الساروس مع راجلي خرج. دابا انا اشنو وقع ليا؟ انا الساروس ديما كنديرها في هذا ديال الباب، ملي كيخرج راجلي كيسد باب بالقفل، فهمتوني؟ ويمكن يسد الساروس بالقفل. صافي، والبارح جيت للدار وهذا بغيت باش نعس. امجد ما بغاش ينعس ليا، ما بغاش ينعس ليا، مالو ما مالو. سنينات تبارك الله ما شاء الله، سنينات الفوقانيين باغيين يخرجوا. ايوا راكم عارفين الغوات، الحريق، بزاف ديال الحوايج. ب 66 كشيف عاد باش نعسو، ما نعسو حتى شي جوج ديال الليل. وشنو وقع ليا دابا؟ انا الساروت يوميا ملي كندخل كندير الساروت باش الا دق شي حد ولا هذا، باش كل خطره بدا نقلب عليها. وهذا انا البارح نسيتها في الصاك اللي كنهز لولدي، الصاك الكحل نسيتها. ايوا هاد الصباح هذا فاش قلت لكم وقع الزنزال وبدات تدق عدوستي وهذا، صافي انا بديك التلفه كاسه كنقلب الصاك، ما لقيتهاش في الصاك. ماشي ما لقيتهاش، انا ما قلبتش مزيان، كاسه كنقلب كنعاود نقلب. انا هكا كندير بالخلعه، انا مع كتدق عليا انا ما بقيت عارف شنو اللي واقع، واش فهمتوني؟ كتدق بجهد وكتعيط وهذا. انا صافي واحد الخلعه لهلي يوريكم. ايوا صافي صافي، وبديت تنقلب تلقيت الصوار. صافي وحليت الباب، صافي وهزيت ولدي لويتو في المنطه، خرجنا قدام الباب. بقيت غير جالسه غير شويه، ما كملتش حتى 5 دقائق قدام الباب، صافي دخلت لداري. صافي مع ولدي، راكم عارفين ماشي بحال ملي كتكوني بوحدك تقدري تخرجي. وليدات والتربيه باقي صغيوار وهذا، والبرد والصباح 8 الصباح، حنا راه 8:30 وقع عندنا الزنزال، راه تقريبا وصل ضرب في ايس محمد الجويه ديال ازيلال، راه تقريبا وصل 4.9، يعني راه اكثر من اي واحد، اكثر من هاد الزلازل اللي دازو هنايا. ايوا واش غادي نقول لكم؟ واحد الخلعه لهلي يوريكم. الله يحد لباس، والله يشوف نحالنا، والله يشوف نحال هاد الوليدات مساكن اللي ما عارفين والو. هذا باقي حنا نقدروا نقولوا عشنا واحد شويه تايلا كاع، ولكن ما صعيبه. المهم ما نهضرش معكم في هاد الموضوع بزاف. فوالا، هذا ما كان. دابا غادي نشارك معكم داكشي اللي غنجمع، الدار غنطرفها وكلشي. اقولوا راه طرفت الدار، طرفت كلشي نقي، كلشي ديما. اصلا انا كنمسح ديما الفيس اللي فيا، ديما انا نمسح ديما. هذا طبعي الا كانت عارف المرايه كتمرض ديما حتى كنمسحها. غير درت شي روتوشات بحال هكا، صافي داكشي اللي بغيت نصايبو صافي. المهم هنايا الصالون اللي باقي شويه مرول ليا، حيت راكم عارفين كنجلسو فيه. وهذا غادي نجمعو، غادي نصايب شي ديكورات عاد خديتهم غنصايبهم هنايا. المهم هانتوما معايا، اي حاجه غادي نبارطاجيها معكم، بقاو معايا. واش غادي نقول لكم؟ الله يحد الباس وصافي. غادي نبدل هاد الفاز هذا بهذا. المهم ها هو كيف كيجي، غيجي مع الطلمطه. دابا نوريكم حق الصالون.
دابا نوريكم الطلمط الجداد اللي درت. المهم حتى نصايب الصالون وهذا ونوريكم. المهم خلاص راه مصايب غزال، طلع غزال. المهم دابا نوريكم، راه شفتوا الخضر غادي يجي زوين، فهمتوني؟ حيت طلمت فيهم الخضر. المهم غادي نحيد هذا، ما بقاش عاجبني، غادي نحط هنايا. عاد من بعد غادي نوريكم، ندير لكم دويره في الصالون البنات. انا غادي نوريكم دابا الصالون هانتوما. المهم درت هاد الزريبيه، هادي اللي درت، ما درتش ديك الاخرى. المهم هادي يلا خديتها هانتوما. غنبداو هنايا عندي هاد الطبيله هادي ديال الخشب اللي كنت خديتها، درت فيها هاد العيبه هادي ديال كلينيكس في الدوغي في هاد العيبات في القهوي. درت فيها هاد الفانوس هذا هانتوما، وهنايا درت هاد العيبه هادي ديال كلينيكس. المهم كتجي هاكا، كتجي غزاله شو. ودرت هنايا هاد الطواجينه هادي في الدوغي والكحل. راه كنت خديتهم بشي 300 وشي حاجه، انا ما عرفت 260. المهم من عند واحد السيد حدانا هنا. المهم هانتوما راه كنحمق على الدوغي والخشب وشو سميتو والكحل، كيجيو هما وين بثلاثه. هانتوما شفتو ياكو. وغادي نجيو لهنا عاد باش نوريكم الصالون. هنايا هاد الكوان هذا درت هنايا هاد شي يقولوا ليه هاد الفاز هذا هانتوما، كما قلت لكم مع طلمت فيهم الخضر هانتوما. درت هنايا هاد العيبات هادو، هاد الديكور هذا ديال الشميعات. درت هنايا هادو يلا خديتهم، ها هما شتوهم، كيجيو في اللوينات، فيها الاحمر الزرق الغوز، حيت طلمت كما قلت لكم عندي في الالوان. هنايا خديت هاد الديكور هذا يلا جديد هانتوما، درتو هنايا المبخرات ديالي بجوج والمعطر ديالي فوالا. هنا التلفازه. ايوا دابا نجيو للصالون، نجيو للصالون يا لاله يا لاله. هانتوما شوف. المهم هنايا الا كيبان لكم مكمش، دابا نزيد نجبدو هانتوما، ما عرفتش غيكون كيبان لكم. شوفوا الخاميات هانتوما، هانتوما بالبعد كيف كيجي، ولكن هاد الكاميرا ما كتعجبنيش بزاف. المهم هانتوما غنوريكم بهاد الكاميرا، شفتوا هانتوما هاد الطلمط ديالي درتهم في هاد اللوين هذا بحال الحمار الكرونه. المهم هاد التوب هذا اونتي اج وبحال شكل الموبرا، وهذا هانتوما وهادو المخاد شي كيجي فيهم الكحل الخضر الغوز الحمار. مهم كاع الالوان تقريبا الزرق شتو فوالا. المهم راه درت فيهم فاس سامبل بحال هكا، درت فيهم فاس مهم دو فاس، فهمتوني؟ الا بغيت نديرهم فاس هكا الا بغيت نديرهم فاس هكا هانتوما. وهنايا الوسط درت هاد اللعيبه هادي في هاد اللوان. المهم هنايا ما درتش كاع هاد التوب هذا لون واحد، وانما درت المهم قسمته فهمتوني باش ما يجيش داكشي مشارجي. هانتوما المزاود حتى هما فوالا. المهم انا جادو حمقني الصالون، وعا ما شعلتش لكم الرينغ لايت وتشوفوا الصالون كيف داير مباشره، راه غزال وحتى اللون غزال. دابا نحط الطبيلات ديالي، نحط وحده لهي وحده هنايا ونفرش التواب وكلشي. المهم طلع الصالون غزال، شوف فوالا هذا ما كان. المهم هانتوما معايا البنات، هيا تا الكوزينه ناضيه نقيه كلشي هانتوما شتو. المهم غسلت البوطه، هادشي تا هو غسلته، ماشي غسلته غير مسحته، حيت اصلا كان نقي كما قلت لكم ديما كنمسح. هانتوما هادشي ممسوح، هادو كنت نقلب عليهم في الكحل ولكن ما لقيتهمش تقول. المهم علينا، هادو يلا خديتهم غير مؤخرا. هادو البنات راه ديال
راه ديال الصابون ديال اليدين وهذا، ولكن انا درتهم استغليتهم بحال هكا حيت اصلا عندي ديال الصابون وهذا، فهمتوني كيفاش درت فيهم؟ حيت لو تيم هنايا الكحل والدوغي وكما قلت لكم والخشب، درت هاد اللعيبه تما في الخشب، في الخشب تانا في الكحل، داكشي باقي غادي نقي مزيان تما. فوالا هذا ما كان، فرشت هاد الطابيات هذا، يلا درتو مؤخرا قولوا لي كيف جاكم، جا زوين؟ المهم انا عجبني، جا مع لو تيم ديال الكوزينه هانتوما، بما انه هنايا الكري والكحل، حتى الفوطات الكري والكحل وهاد بحال الماغون، ها هو شفتو؟ شتو باش تعرفوا التناسق؟ التناسق يا لاله، راه كلشي على التناسق. هانتوما يا البنات، البنات اللي كيقول لنا ديري لينا دويره في كوزينتك، ها هي جات المناسبه وهاني درت لكم دويره في كوزينتي المتواضعه البسيطه اللي قداتني وانا عاجباني وكنحمق عليها، ما كنسخاش نخرج من هنا نطيب. ايوا هذا ما كان. البنات ما حدي جبت هاد البلاطويات، جبتهم قلت نوريهم لكم. شوفوا هاد البلاطويات هادو ديال الشكلاط بريستيج، المهم هذا راه الشكلاط بريستيج ماشي صابلي. ها نتوما شوفوا شحال غزال. المهم انا قلت ليها ديري ليا ديري ليا اللوينات بحال هكا، ما يجيش بلاطو سامبل بحال هكا باش ما يجيش ممل، فهمتوني؟ المهم ها نتوما شوفوا، راه دقتو يا البنات، راه حيت شاطو شي وحدين ودرتهم ليا في السوبيره، راه دقتهم غزالين، واحد الشكلاط كتخدم به بنين. ها هو البلاطو الثاني، شوفوا شوفوا ليا، شوفوا ليا لي ديتاي هانتو، شوفوا 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 شوفوا. المهم اللي بغات النمره ديال هاد السيده انا غنحطها لكم هنايا، والله العظيم ما اشهر ما حتى شي حاجه، عجبتني خدمتها وانا عارف اني الحاجه الا مشات تعجبتني وعجبتني الخدمه ديال الوحده راه كنشاركها معكم، واخا ما نكونش دايره معها اصلا اشهار ولا شي حاجه. المهم عجبتني خدمتها، غادي نحط لكم نمرتها هنايا، دخلوا اللي بغات شي حاجه تحمر ديال التحمار الوجه البنات، راه مذاق وشكل، مذاق وشكل. المهم اللي بغات شي حاجه ديال التحمار الوجه دخلت تكونتاكتي هاد السيده وتصايب ليها هاد الشكلاط هذا بريستيج، راه غزاليه البنات، لا في المنظر لا في المذاق كما قلت لكم، والحلوه راه وصلتني البارح حتى هي، دابا نوريها لكم. ها انتم يا البنات، ها هي الحلوه ديالنا، شوفوا شحال غزاله. ها انتم، المهم راه درت البلاطويات واحد ما كيشبه الاخر. المهم الحاجه اللي مختلفه تقريبا هنا، قولوا تقريبا كلشي مختلف هنا وهنا، شي ما كيشبه لشي. المهم البنات اللي غادي يسولوني على هاد البنت هادي عندها داكشي، البنات غزال، وتا هي والله ما اشهر ما حتى شي حاجه، غير خدمتها صراحه زوينه وكتعامل وكلشي، وقلت علاش لا ما نبارطاجيهاش معكم. اصلا يا دار فايت يا دا بارطاجيتها معكم في واحد راس العام، كنت صايبت من عندها الحلوه، كانوا جاوا عندي عائله راجلي وهذا، وكنت قلت لكم وحطيت نمرتها وكلشي. المهم انا غادي نحط نمرتها هنايا اللي بغات تاخذ من عندها الحلوه ولا هذا، والا نسيت راه غادي نحطها في لا باغ دان فوق. المهم شوفوا درت صابلي، ما درتش الفقاس، درت صابلي ودرت غريبه، هذه صابلي هنايا صابلي غريبه هذه، اش يقولوا لهذه هذه غريبه، حتى هذه قالت لي نيت غريبه، ايوا قدر هذه حتى هي تقول لها غريبه هذه. المهم هذه ديال الزليجه هانتوما، المهم داكشي عندها زوين يا البنات، والله العظيم الا داكشي زوين كما قلت لكم، انا غادي نحط لكم نمرتها في لا باغ دانفو، والا بغيتو شي حاجه راه ديال تحمر الوجه وديال الضياف وديال شي حاجه طوب. المهم البنات ها هو الصالون دابا فاش تفرج، شوفوا واخا كاين اختلاف في الناب، ولكن هادشي اللي لقيت عندي بحال هذا في الاحمر، ولكن ما لقيتوش كنقلب عليه حتى عييتو، عندي في البيض لا بحال هاد اللون، ماشي كرونا، عندي في الاحمر بحال هاد اللون، هذا اللي برا اللي لهاد الجهه، هذا اللي الكرونا راه جتو البارح من عند عياد قلت لكم، وهذا كاين الفرق ولكن ماشي مشكل. المهم كاين الفرق ولكن ماشي مشكل، اللهم نعديو ولا بلاش ثاني. المهم حتى القاده هذا يقدر درتو مع الحوايج ديال الصيف. ها انتم
ايوا المهم هادشي اللي كاين. هذيك الخميه باقي غادي نسد الشرجم وغادي نطلقها. هو اللحم ها نتوما، المره غادي ندير الطواجن وغادي نديرو بسيطلات والديسير. المهم عافيه والحلوه، وباقي غادي نحطو حتى شو سميتو شي يقولوا ليها كيكه وعصير، وهذا كيكه ديال الفواكه. المهم ها نتوما كيكه بريستيج. ايوا صافي هذا مكان البنات. غادي ندير هاد البيجيما هادي اللي غادي يلبس في البيض، هي كتجي في البيض، السريويل ديالها كيجي واسع، كتجي غزاله هماويه. مهم غادي ندير هاد الطوينغات هادو، هاني دابا نحلها نوريها لكم. غندير هاد الطوينغات هادو، ها هما عاد خديتهم حتى هما. الريحه ديالي هادي غزاله من افون، هادي فنه ديال افون غزاله يا البنات، لقيتوها سيروا خذوها. فنه ديودوران ديالي ها هي ديال فاليا فوالا. وغادي ندير معاهم هاد البانطيفات هادو فيهم الكحل والبيض. المهم انا غادي نحل البيجاما ونوريها لكم. ها هي البيجاما البنات. المهم سروالها كيجي هكا، شوفوا كيجي مبيط من الداخل، كيجي واسع. انا يا البنات ما كنحملش السراو اللي كيكونوا فيهم باندات بحال هكا، كنكرههم كيخنقوني وكنحس بهم ما كيجيوش زوينين بتاتا. المهم هادي سروالها شوفوا شحال واعل واعل، شحال واعر، كتجي بحال شي اونسومبل، كتجي غزاله. المهم راه فيتي هذا قيستها، يلا لي ديدات واخا ما كنحملهمش يكونوا هكا، ولكن لي ديدات ماشي مشكل. لي ديدات ديال هاد البيجامه دايرين هكا جايين حليلوين. ها نتوما ها هي وست هاد الخويتم هذا اللي كنت خديت في راس العام، تيجي غزال فوالا. وهاد اللعيبه يا البنات سولتوني عليها بزاف في الانستغرام. ها هي هادي راه جابها لي راجلي كادو في راس العام. ها نتوما هادي غير بانت لي فيه خداها، خلاص عطاني كادو كما قلت لكم، عطاني الفلوس وهذا. المهم هادي غير رمزيه وعجباتني، فنه كتجي حليلوه في اليد. فوالا هادشي اللي كاين. وكما قلت لكم هاد البانطوفات هادو حتى هما. المهم البنات حنا درنا البرقوق والمشمش، ها نتوما درناهم هنا، باقي غنديروا لهم الفاني والسكر والقرفه. ياكي لا والقرفه حتى من بعد، راه عرفت هنا الطويجين ديالنا. ها هو واحد، غنوريكم الاخرين، وها هو واحد. المهم درناهم على الفاخر، وها هو الثاني. هذا باقي شويه ما كيقطعش، حتى غسلناهم وجدناهم على حساب المناضه والعصير غادي نبغيوهم. هنايا شو سميتو الخس غسلتو كلشي ودرتو هنايا باش ينشف، ها هو مسحتو كلشي وخليتو ينشف على خاطر نرد عليه باش ما يلواش. عندي هنا غنجيو دابا الطرطه ديالنا، ما عرفتوش غتبان لكم ما حاش غتبان لكم شنو غتبان لكم. ها هي كاينه في الثلاجه، ها هي نتوما ما عرفت ما كتبانش. المهم دابا نوريها لكم، هذه غادي نحطها في الاخر وغادي نحطو معها العصير. ها هي البنات اللبسه ديال ولدي، ها هي هذه خديتها ليه من شيك بوينت، هذه باقا جديده كنت باغا ندير معكم اول ونوريكم ولكن ما كتبش. المهم تنكبن هادشي وغادي ندير لكم اول. المهم ها هي اللبسه ديالو، كاليتي غزاله غزاله ما نعاودش لكم. المهم كيجيو فهاد البدينات هادو سو كيوت. المهم والسريويل كيجي بالجويبات، وهنايا مقبوط من الرجيلات، والتريكو اللي كيكون من التحت من هذا. فوالا بغيت نبدل ليه دابا، وغادي ندير ليها الطوقيه هذه رويحه، غنبدلو ليه الكوش ديالو بالانجيت، وغادي ندهن ليه وجهه وندهن ليها. ها
هانتوما غادي ندهن ليه دابا وجهه وندهن ليه حالته وكلشي ونبدل ليه. وهنا يا البنات من بعد ما لبست وماكيت وجت راسي وكلشي، المهم وريتكم شنو لوك فينال حيت عريت شعري طلقته يعني ما كانش كيفاش. مهم لبست وتفركست وراكم عارفين ضروري خصكم تستقبلوا الضياف ديالكم في احسن حله، ما تجيش تبقاي ليا بريحه الطياب والبيجامه باش كنتي مطيبه والحاله. لا يا البنات حاولوا تهلاو في راسكم، وهذا كل حاجه عطوها وقتها، الدار وقتها، راسكم وقته، فهمتوني. فوالا هنايا جيت نطلع على طويجينات ديالي، شوفوا لي البنات كيما عس لين ماما تبارك الله عليها، الله يخلي ليها صحي حتى يا ربي، هي اللي نصباتهم ليا. جو بنان، جو بنان بنان بنان. وهنايا وجدنا الخس في الطبيصلات ديالنا على حساب البسطيله، ولكن ما بقيناش ولينا حيدنا الخس، ما بقيناش درنا الخس وهذا. فوالا وجدت الطبيصلات ديالي، درت دوك الطبيصلات في الكحل، البرقوق ديالنا واجد، معسل، الاناناس ديالنا حتى هو واجد، والمشمش حتى هو ديالنا معسل واجد، وكلشي ناضي. هنا البسيطلات ديالنا يا البنات اش غادي نقول لكم، البسيطلات بنانين بنانين بنانين. شوفوا اللي بغات شي بسيطلات بنانين شكلا مذاقا، غنخلي لكم النمره ديال هاد السيده، والله يا البنات ما اشهر ما حتى شي حاجه، ولكن فريمون تستاهل حيت ما معروفاش وخدمتها طوب طوب طوب، خدمتها غزاله، سيرفيس غزال. انا قلت ليها تن زعما نقرب نعطي الناس واخا شويه كان واحد الروتار، ولكن انا مني الغلط، قلت ليها ديري ليا خلي زعما تنبغي نحط للناس وهذا، عاد تخلي عليا الفران، هي راه كتشد ساعه في الطياب باش تحمر كلشي. ولكن الحمد لله زعما عادي، ما كانش مشكل. درتها بالحوت، الكالامار، الكروفيت، كاع داكشي. شوفوا لي غير الديكور راه كتحمق كتشهي، الديكور غي داوي على راسو، بنينه في المذاق، زوينه، ما كثيرش فيها الشعريه الصينيه، كثير فيها الحوت من داكشي الرفيع. هنا لوسي كانت شاده ليا باش نصور، صافي هنا حطينا لهم العشاء وكلشي. حماقوا عليها يا البنات، والله العظيم اللي حماقوا عليها. انا غادي نحط لكم النمره ديال هاد السيده هادي في لاباغ دانفو، المهم غنحطها لكم في الشاشه، نسيت غنحطها لكم في لاباغ دانفو، دخلوا كونتاكتيوها، راه انا بعدا البسطيله اللي ضايقه من عندها داكشي عندها غزال صراحه. شوفوا ليا من الداخل كيف دايره، غزاله 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 صراحه، ما كاين ما يتعب فيها. مهم بغيتو شي حاجه ديال تحمر الوجه، نخلي لكم هاد السيده غير حيت خدمتها غزاله. المهم من بعد ما هزينا البسطيلات ديالنا كلشي، قبل اصلا ما نهزو شات ماما مسكينه هنا يلا يخليها ليا، كتصايب ليا البرقوق والمشماش وهذا في الطويجين، ودرنا اللوز ايفيلي من الفوق. راكم عارفين عرسو الطياب ديال ماما لا يعلى عليه، ما نكذبش عليكم، ما نقولش لكم لا، الطياب ديال ماما مش حيت ماما، الطياب ديالها ما قلت لها كون عاك تشي طباخه، قلت لها كون عاك اختي تشي طباخه، ولكن راه مذاق راه غزال. فوالا حطينا العشيوه ديالنا هنا، لوسي مسكينه حتى هي كانت تصورني وسطها، قلت لها صوري اي حاجه كانت صوريها ليا، وانا مسكينه كانت تصور ليا وهذا. المهم حطينا الخبيز، مناضة، المهم داكشي اللي قسم الله، كوكا، هاواي، بومس، صافي تعشاو عشيوه ديالهم وكلشي. المهم حتى حنا جلسنا في الطبيله اللي حداهم. فوالا المهم هنا لوسيرا درت لي بزاف ديال الفيديوهات باش نختار اللي بغيت. من بعد هنا حطينا الديسير الليمون والتفاح والبنان، نسيت ما صورتوش ليكم. من بعد ما حطينا كانوا باقيين كياكلوا الديسير، جينا هنايا باش نوجدوا الكيسان ديال العصير، الطبيصلات، المعالق، دوك القطاعه ديال الكيك، وديك اللي باش كيهزوا، المهم دوك العيبات. ها هي التورته ديالنا يا البنات اللي جات غزاله، اللي كتجي بالفلون، واحد المهم واحد الميلونج ديال مذاق غزال بالفواكه وهذا. وهنا البلاطو ديالنا ديال الشوكولا. بالنسبه لديك الكيك راه صايبتها ليا نسيتها اللي صايبت ليا الحلوه ديال صابلي. المهم حطينا هنايا في
على الطبيله ديالنا، الكويسات، الطبيصلات، المعلقات، كلشي. انا كنقول ليه المعلقات، داكشي كنصغر داكشي. مهم هنا حطينا العصير، العصير ديال الليمون. فوالا هذا ما كان، هكا دازت العراده ديالي. قولوا ليا كيف جاكم التاويل، كيف جاكم هذا الشيء، واش زويون، واش متول. الحمد لله دازت ليله غزاله، ربي ما حشمنيش، داز كلشي بخير وعلى خير، وكلشي الحمد لله طلع زوين بنين. الحمد لله الحمد لله، ربي ما حشمنيش. فوالا هذا ما كان، هذا هو لا فيديو ديالنا. كنتمنى يا ربي يكون عجبكم وكان في المستوى، ورا اي حاجه من هذا الشيء كامل اللي حطيت راه غادي نحط لكم النوامر ديالهم في لا باغ دانفو. وبسلام عليكم، باي باي.